لاخر كاترة علشان نجري الساعة بخمسين جنيه. اقعدوا لحد الشمس بتحرقوا. أم جاسر اسم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتيك توكر اشتهرت بالتقليد والفيديوهات الطريفة، واللي كان أبرزها فيديو عملته الحمادة هلال على أغنية دايما دموع. أم جاسر ست بسيطة من مدينة الأسكندرية، ربة منزل وأم لثلاث أطفال، دخلت عالم التيك توك من خمس سنين على أمل حد يكتشفها في التقليد والتمثيل، خاصة إنها بتقول دايما إنها ورثت خفة الدم والحس الفكاهي من والدتها وجدتها، وإنها متعددة المواهب، علشان كده نفسها تاخد فرصة حقيقية، وأكدت إنها هتعتزل تيك توك أول لما تحقق حلمها وتمثل، يعني مش هتطلع لايفات ولا هتنشر أي فيديوهات إلا لمشاهدها التمثيلية. صحيح فيديوهاتها كلها ارتجال وبأقل الإمكانيات، لكنها قدرت تحقق مشاهدات عالية جدا على تيك توك، وتحديدا الفيديوهات اللي بتقلد فيها الفنانين زي محمد رمضان وأحمد العوضي وغيرهم، واللي كانوا بيعيدوا مشاركتها على حساباتهم الرسمية. يعني دلوقتي محمد رمضان نزلني على صفحته الرسمية، الأستاذ أحمد العوضي البطل ده نزلني على صفحته الرسمية، أستاذ حمادة هلال بتاع المداح نزلني على صفحته الرسمية، حمثل امتى؟ علشان كده لما نشرت فيديو بتوجه فيه سؤال للفنانين وبتقول لهم عملت مشاركة لفيديوهاتي، طب همثل امتى بقى؟ رد عليها الفنان احمد العوضي واكد انه هياخدها معاه في مسلسله الرمضاني اللي جاي. صحيح ام جاسر فرحت جدا بموقف العوضي، لكن يا ترى هتنفذ كلامها وتعتزل التيك توك لما تمثل في رمضان، ولا هتنسى وعدها القديم؟